للمزيد إذن مشاهدينا بشأن استمرار معاناة النازحين بالتزامن مع تقرير مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والذي انتهى إلى افتقادهم لأبسط مستلزمات الحياة اليومية في ظل إهمال حكومي. معنا هاتفيا من صلاح الدين الناشط الحقوقي مصعب الناصري. مرحبا بك سيد مصعب. إذن نحو 10 سنوات، ما يقرب من 10 سنوات، والنازحون في مخيمات النزوح يعيشون هذه الأوضاع المأساوية. هل تجد أن هناك يعني من أمل لخطة حقيقية من الحكومة لرفع هذه المعاناة؟ بداية شكرا جزيلا لكم على هذه الإضافة. الحديث عن ملف النزوح والهجرة القسرية، هذا الملف هو ملف شائك جدا وملف مهم، ويعول عليه في الحكومات المتعاقبة، ويستخدم حتى في الخطاب الانتخابي لدى الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة اليوم في العراق. حقيقة اليوم وزارة الهجرة والمهجرين بالشراكة مع الأحزاب السياسية وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لم تضع خطة حقيقية ومتكاملة من أجل إنهاء هذا الملف، ولا توجد خطة مستقبلية لإنهاء هذا الملف. كل ما حدث هو عملية مصالحة عشائرية مجتمعية تبنتها رئاسة الوزراء عن طريق هيئاتها التي تعمل وفق هذا القانون وفق القانون، لكن بالتالي أيضا هناك صعوبة كبيرة في حل ملفات شائكة ومهمة، وأيضا آلية دعم النازحين وتوفير بيئة آمنة لهم من خلال المعونة الاقتصادية والمادية. أيضا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثناء التقرير لها وصفت أوضاع اللاجئين بالمأساوية، وذلك في ظل افتقاد أبسط مستلزمات الحياة اليومية لهم. ولكن بالمقابل كيف تصف تصريحات وزيرة الهجرة بعدم وجود موارد كافية في هذا الملف؟ بكل تأكيد أيضا هناك حالات إنسانية حرجة جدا في معظم المخيمات، ومنها مخيم المحطة والمخيمات الخازر وليلان والدمرق وحمام تعليل وغيرها من المخيمات التي لم تغلق لحد هذه اللحظات. لكن ايضا عمليه توفير الموارد الماليه هي تقع على عاتق الحكومه العراقيه بالتحديد، وتوفير البيئه الامنه للمواطنين العراقيين بحسب الامكانيات المتاحه. هناك ميزانيه خاصه ضمن الموازنات الانفجاريه التي يصوت عليها البرلمان في كل فترة زمنية. هذه الميزانية هي مخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين. وزارة الهجرة والمهجرين هي تعتني بالمهجرين داخل العراق وبتوفير وسائل النقل والمواصلات والحماية وغيرها من الأمور والدعم اللوجستي لهؤلاء الأشخاص وهذه الفئة. لكن هذا التصريح هو يمثل انخفاض خطير في ويضعنا اليوم أمام صيغة واقعية، أن اليوم الحكومة العراقية تعمل على تحجيم دور هذه الوزارة، وهذا إقرار واعتراف ضمني من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين بأن الوزارة لا تمتلك الإمكانية المادية في إعداد خطط متكاملة من أجل غلق أو حسم هذا الملف. أفهم من كلامك بأنه تصريح الوزيرة بعدم وجود موارد يعني، وأيضا وصفت مخيمات النزوح بالوضع المزري أيضا، بأن ذلك يندرج تحت بند الإهمال المتعمد، وهي ترمي الكرة بملعب الحكومة. بكل تأكيد وزيرة الهجرة والمهجرين طبق لها وأن عملت على ملف الأقليات، وكانت مسؤولة ملف الأقليات في أكثر من مؤسسة ومنظمات مجتمع مدني. بالتالي أيضا هذا التصريح هو إقرار من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين بأن الحكومة والأحزاب السياسية تعمل على تحجيم دور هذه الوزارة، لكون هذه الوزارة اليوم تعتني بملف مهم جدا ممكن أنه يستخدم كسياسة ويستخدم كدعاية انتخابية للبعض من الأحزاب، وشاهدنا ما شاهدناه. أيضا هذا يعني أن الحكومة العراقية غير جادة في حسم هذا الملف وغير قادرة على حسم هذا الملف، لأنها جاءت عن طريق توافق سياسي. إذن ما تفسيرك لهذا الإهمال المتعمد الحكومي تجاه النازحين في المخيمات، ونحن نشهد انقطاع للكهرباء متواصل في هذه المخيمات؟ كيف تفسر هذا الإهمال؟ ما أهدافه؟ هل هي مثلا محاولة
للتغيير السكاني لمدنهم وعدم إعادتهم إلى هذه المدن؟ بداية عملية التغيير الديموغرافي تبدأ بتحجيم دور الناس وتحجيم دور المواطنة لدى والشعور بالمواطنة تجاه هؤلاء الناس. لا يخفى على الجميع أن هناك أدوات متنفذة في الصراع السياسي الموجود، وهناك اليوم قوة متمثلة وموجودة اليوم هي قادرة على تحريك الأدوات السياسية. ما يحدث اليوم للنازحين هو يدخل من باب الإهمال والمسؤولية الوطنية من قبل أعضاء البرلمان العراقي، بكونهم هم من يصوتون على تشريع القوانين، وأيضا هم من يصوتون على الميزانيات الانفجارية التي تمرر بين الحين والآخر من قبل الحكومات. لو كان هناك تعامل جدي من القوى السياسية السنية بالتحديد، في حسم هذه الملفات، ولما كانت معلقة لحد هذه اللحظة، ولما كانت الوزارة عاجزة عن تقديم أبسط المقومات الحياة وعاجزة عن تقديم المعونة وما يحتاجه المواطن العراقي. نعم، مصعب بن ناصر، إذن هاتفيا من صلاح الدين الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك.